احكي لي، هل عندك تخوف انه اولادك يرجعوا على المدرسه في ظل تفشي الكورونا؟ لا طبعا لا. وهل حسب رايك ممكن تتنفذ تعليمات اجراء جميع الفحوصات للطلاب؟ ممكن، بس السؤال قديش الاهل ممكن يمشوا مع الموضوع ويوافقوا على الموضوع طبعا. وحسب رايك هل ممكن انه المدرسه تنفذ مخطط الوزاره بالتباعد والكمامات؟ هذا اكيد لا. انه ينزلوا عدد الطلاب بدون كورونا من 40 ل 35 ما عرفوش يسووها على مدى سنين، فانه ينزلوه ال 10 مع كورونا فيش امل. وشو رسالتك للاهل وشو رح تعمل حتى تحافظ على اولادك؟ ماشي، انه يكونوا واعيين لشو بصير حواليهم وللاولاد. هل عندك تخوفات من عوده الاولاد للمدارس؟ نعم طبعا، لانه راح يصير انتشار للمرض كثير، لانه هذا وضع صعب وفي ازدحام بالصفوف، هي بتسبب عدوى كبير. وحسب رايك ممكن تنفيذ تعليمات اجراء الفحوصات لكل الطلاب؟ لا هذا صعب، ما بفكرش، لانه انا بنصح بالتطعيم لكل الطلاب، لازم تطعيم لسه، الكل لازم يطعم، لا فيش بديل، فيش حل ثاني يعني، واثبتت انه التطعيم هو الحل الوحيد. وهل ممكن ان المدرسه تنفذ مخطط الوزاره تباعد وكمامات بين الطلاب؟ لا مش ممكن، خصوصا في الوسط العربي الصفوف مزدحمه، هذا شيء مش معقول. نصيحتك للاهل؟ يطعم اولادهم. في تخوف بس المدارس افضل من طريقه الزوم. حسب رايك هل يمكن تنفيذ تعليمات اجراء فحوص كورونا لكل الطلاب؟ لا. وهل ممكن المدرسه تنفذ مخطط الوزاره تباعد وكمامات تقليل عدد الطلاب؟ بكون عليهم صعب كثير. للطلاب هل انت مع انه يطعم؟ صعب التطعيم للطلاب بجيل على هالشكل، هن جيل صغير، عندي يعني المناعة تبعيتهم جسمهم أقوى من الناس الكبيرة.